بعض الحيوانات يعثر على طعامه في الماء، وربما كان الحيوان السري أحدها، وهذه معلومة أخرى. إذا كان الحيوان السري يجد طعامه في الماء، فربما كان طائرا كالبيمطرقة، فهذا النوع من الطيور يحتاج إلى الماء لأنه يأكل الأسماك، وأرجله مكثفة جزئيا كالعديد من طيور المستنقعات الأخرى، لكنها لا تسبح. طائر الغرنوق ستانلي، ويعرف أيضا باسم الغرنوق الأزرق، يعيش قريبا من الماء والمستنقعات لصيد الأسماك. الغرنوق المتوج يأكل الحشرات والأعشاب، وتلجأ جميع هذه الطيور للرقص لتتواصل معا ولتثير إعجاب بعضها البعض أو لإخافة الطيور الأخرى، وقد ترقص من أجل المتعة فقط. يأكل اللقلق